السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، وأنا سعيد دايما أقولها كل حلقة ومن قلبي الحقيقة، أسأل الله أن يرزقنا الصدق بلقائي مع حضراتكم في قناة الندى وفي هذا البرنامج الأسبوعي كلام واضح، اللي برضو بأكد أن احنا دايما بنفتح في قضايا الحياة بكل تفاصيلها، لأن الإنسان كله لا يتجزأ، يعني اللي باله مشغول بحاجة، يعني ما بتبقاش حاجة واحدة، في كل شؤون الحياة قضايا كتير، فعشان كده بنحاول قدر المستطاع نغطيها. لكن الحدث الأكبر الحقيقة اللي احنا لسه بصدده، يعني لسه طازة طالعين من العيد كده، العيد الأكبر، عيد الأضحى، أجمل ما دعينا البعض فيه ولسه بندعي، اللهم تقبل منا يعني من حجاج بيتك الحرام ومن المسلمين في كل مكان. والحقيقة أنا الحقيقة خصصت الحلقة دي لمراجعة حاجة احنا سمعناها كتير في الأيام اللي فاتت، وخصوصا في وقفة عرفة وكذلك في خطبة العيد. يعني كلنا سمعنا حاجة مهمة جدا تعتبر دستور لحياة المسلمين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم القيامة، إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. أنا بيسعدني قبل أن أقول لكم هذه الخطبة أن أقدم لضيفي الحبيب العزيز اللي بقالي كتير ما شفتوش وأسعد بي في هذا اللقاء على قناة الندى، أخي وحبيبي وشيخنا فضيلة الشيخ الداعية علي نصر. مرحبا فضيلة الشيخ. مرحبا بك سيدنا. أهلا وسهلا بك. الله يسعدك ويعطيك الخير كله. الله يكرمك. سعداء بك والله شيخ. وأنا أسعد والله، بل أسعد بلقائك. الله يرضى عليك ويبارك فيك. الحقيقة اسمح لي شيخ علي والسادة المشاهدين أن أنا يعني أتقدم بخالص الدعاء، وحضراتكم تدعوا لداعية جميل الحقيقة بنشوفه على يعني عدد من القنوات، وله طرح وأسلوب بسيط وسهل وجميل، فضيلة الدكتور محمد حمودة، الآن هو في المستشفى الحقيقة أصابه شيء، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء العاجل، ونقول له دكتور محمد لا بأس طهور، إن شاء الله تعود إلى دعوتك وإلى جمهورك سالما غانما بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك ندعو بالشفاء لجميع مرضى المسلمين، كمان بنتقدم بخالص العزاء ل يعني أسر، مش عايزين نسميهم ضحايا، لكن أنا بتمنى إن هم يطلق عليهم عند الله يعني كلمة شهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج مات أمامه رجل فقال بشر أنه يبعث ملبيا، لأنه مات على الحال الذي هو عليه، واللي بيعيش على شيء بيموت عليه، وبعض الدعاء بيسموها مكافأة نهاية الخدمة، يعني فكان في خدمة الدين وحسن الظن بالله أن يموت على ذلك. برحب مجددا بفضل الشيخ علي نصر، وزي ما تعودت مع الشيخ علي الحقيقة من سنوات بعيدة في لقائي معه على الفضائيات، أنه لا يتوقف أمام النص كداعية ويردده، أو حتى لا يكتفي بشروح بعض العلماء، لكن هو من خلال شواهد كثيرة بيتأمل في النص وبيحاول يستخرج منه في إطار طبعا القواعد الشرعية أقرب ما يكون للتطبيق العملي، وعمق الفكرة هي التي تسوقه إلى هذا التأمل. أسأل الله أن يسدده ويبارك فيه. حاجة سمعناها شيخ علي ولا تزال منهج، لكن بنسمعها في المواسم وتعدي، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم نسميها، سماها علماء السير خطبة الوداع، اللي هي كانت في حجة النبي الأخير أو حجة الوداع. الحقيقة ما بنقف عند كل فقرة في هذه الخطبة بنلاقي منهج. الخطبة مش طويلة، وده يعني إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أوتي جوامع الكلم، لكن أنت تتوقع في خطبة أخيرة وفي حجة الوداع خلاص بيقول فيها النبي اسمعوا مني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، أنا كنت متوقع وأستغفر الله على يعني هذا التعبير إنها تبقى الخطبة دي 10 صفحات، لأن خلاص النبي داخل بعد كده في دور مرض، وفعلا توفاه الله بعدها.
الفكرة دي تدي لك أولا يعني قبل ما تدخل في نصر الله يحفظك مصطفى، ربنا يحفظك بارك فيك. احنا عندنا أم الكتاب أم القرآن الفاتحة، ولما نقول أم الكتاب كنا نتخيل ان بقى بهذا المنطق ان البقره تكون مكان الفاتحه والفاتحه مكان البقره. يا سلام. هي دي التاملات بقى. ما شاء الله. لكن هي ام الكتاب، هي اللي بتستخرج المعاني الكليه والشرح التفصيلي بعد ذلك الكتاب كله. فاحنا بنرى ان خطبه الوداع كما ان الفاتحه ام الكتاب، خطبه الوداع هي ام السنه. ده البيان الختامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم للثلاثة وعشرين سنة التي عاشها مع الصحابة. الكليات التي سيستخرج الناس منها أمة تسير على شريعة الله بعد سنة. الكليات يعني طبعاً. كأن الخطبة دي هي القواعد اللي الكلية اللي بينها تفاصيل الشريعة كلها بعد كل شيء. التوحيد، الفقه، علاقة المسلم بربه، علاقة المسلم بذويه، علاقة الرئيس بالمرؤوس، علاقة كلكم راع وكل راع، كل هذه الكليات ظهرت في هذه الخطبة اللي هي البيان الختامي للسنة. المشهد العظيم في السنة العاشرة من ذي الحجة، اليوم التاسع للسنة العاشرة من ذي الحجة، أمام جموع المسلمين. وكيف كان بداية كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيها الناس اسمعوا مقالتي لعلي لا ألقاكم في مقامي هذا بعد عامي هذا أبدا. ده نص الجملة الكبيرة في البداية. خطبة الوداع هل جاءت فيها روايات متعددة بتكمل بعضها بعض؟ يعني في أكثر من رواية، في رواية عند ابن هشام، في رواية في مسند، في المسند، في رواية في عند مسلم، في رواية جابر المشهورة اللي أشهر الروايات، رواية جابر عن في جابر بن عبد الله رضي الله عنه، من حديث في مروى الإمام مسلم اللي هي الرواية اللي أيها الناس اسمعوا مقالتي لعلي لا ألقاكم في مقامي هذا بعد عامي هذا أبدا. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم، وفي رواية وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء كان من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وإن أول ما أضع دماء الجاهلية وأول دم أضعه دم ربيعة، دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد، في بني سعد فقتلته زيد. وكل الربا موضوع، وربا الجاهلية كله موضوع، أول ربا أضعه ربا العباس ابن عبد المطلب. خلينا نقول نص الخطبة كلها وبعدين هنحلل. اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بحق الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لكم لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم كسوتهن طعامهن وكسوتهن بالمعروف، ولقد تركت فيكم ما إن تمسكتم بعدي لا تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. أيها الناس إنكم تسألون عني يوم القيامة فماذا أنتم قائلون؟ قال الصحابة نشهد أنك بلغت وأديت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم سبابته إلى السماء وقال اللهم فاشهد اللهم فاشهد. دي رواية مسلم. طيب أنا بس أشير وحضرتك بتذكرني أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه المحدث الكبير له كتاب عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك تراها يعني فيها طبعا ده محدث، فكل الروايات اللي فيها معتمدة تماما، وبالتالي يعني يستطيع المسلم أن أو طالب العلم أن يعتمد على هذا الكتاب في رؤيته لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي تقريبا الحجة الوحيدة، اللي هي حجة حجة غيرها صلى الله عليه وسلم. طيب رؤيتك للنص إجمالا قبل ما ندخل في تفصيله مهم باختصار برضو، يعني لهذا النص لو انت هتحط له عنوان يا شيخ علي غير يعني العنوان المشهور في كتب السيرة حجة الوداع أو خطبة الوداع، تسميه ايه؟ السؤال ده في شيء من الأهمية، يعني هو البيان الختامي. البيان الختامي للنبي صلى الله عليه وسلم هو معالم الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في تفصيلات كثيرة، لكن خلاص الوقت بقى ضيق، لعلكم لا تلقوني بعد عامي هذا أبدا، خلاص لابد من وضع معالم واضحة للطريق لمن بعده.
بتشوف الجملة دي وأنا بسميها يعني الجملة أو الخطبة الدامعة. لأن إحنا حتى لما نيجي نخطب ونقول الكلمة دي ما بنقدرش نحتمل نفسنا الوداع. بنشعر بوداع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان أحيانا المسلمين ينشغلوا أو يبكوا أو وتأثروا بوفاة الرسول، بينما في الغالب إحنا معرضين عن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام دي، يعني مش عايزين نزعل الناس. لكن بشكل عام النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا مني بالتشويق، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في مقامي هذا أو في مقامي هذا أبدا. الكلمة دي، الجملة دي من شأنها إيه؟ تثير أشواق السامع، تنبه الناس. دي في الخطاب مهمة جدا في تفتيح يعني مواطن الانتباه، ولا بتسموها إيه؟ هي بداية في مجال الدعوة والخطابة يعني. هذا اللي بيسموه في المجال الأكاديمي براعة الاستهلال. براعة الاستهلال، نعم. أنه كيف يستهل بكلام يرشد، ينبه السامع ويجعله يتيقظ أن هذه الكلمات قد لا يسمعها مرة أخرى، وقد لا يرى هذا الشخص مرة أخرى، فهي فرصته الأخير. لكن هي برضو في منحى آخر ممكن ننحو في هذه الجملة تحديدا، لعلكم لا تلقوني بعد عامي هذا في مقامي هذا أبدا. إن إحنا عايزين نتخيل، وأنت حضرتك فتحت هذا الباب كعادتك، إن لما نسمع هذه العبارة قد تدمع عيوننا. وكلمة خطبة الوداع، أمال الكلمة دي كيف وقعت على أبي بكر؟ أيوة. وكيف وقعت على عمر؟ وكيف وقعت على الصحابة؟ كيف كان وقعها عليهم؟ وكيف هزتهم وزلزلتهم؟ في رواية عند أبي شيبة أن عمر بن الخطاب لما نزل قول الله سبحانه وتعالى، ونزل في نفس اليوم في يوم عرفة، قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى عمر بن الخطاب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر؟ فقال قال الله اليوم أكملت وليس بعد الكمال إلا النقصان، فما نرى أنفسنا بعد ذلك إلا في نقص يا رسول الله، يقصد أن النبي هيموت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت. منحى آخر بقى، العجيب أن هؤلاء الصحابة تحملوا أعظم صدمة وقعت على هذه الأمة في التاريخ، وهي صدمة موت النبي صلى الله عليه وسلم، مصيبة موت النبي. إحنا مهما تكون أشواقنا ما حضرناش المشهد، مهما يكون حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم لن يكون في مثل حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. مشكلة الصحابة خد بالك في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مشكلة عاطفية، مشكلتنا عاطفية فقط. يا سلام، ده منحة مهمة. دي مش مشكلة عاطفية، دي مشكلة وجود هذه الأمة، كيف ستكمل بعد رسول الله. خد بالك إن خصوصا الجيل ده بينزل عليه حتة بحتة، القرآن نازل منجما ومفرقا، وده من باب التربية، فيقول لهم كده واعلموا أن فيكم رسول الله. يعني فيكم يعني دي مش بالزبط. أنتم مميزين بهذا عن الأجيال بالزبط كلها. فأعجب شيء في هذه ممكن نستخرجه من هذه الخطبة، أن كيف استطاع هذا الجيل أن يكمل الطريقة بعد رسول الله ويتحمل المحنة العاطفية، ولكن ينتصر بالجانب العقدي على الجانب العاطفي. يا سلام، وده مهم جدا. ولذلك أجادوا بعد ذلك، الفتوحات كلها حصلت بعد النبي صلى الله عليه وسلم في معظم العالم. هو طبيعي ده شيء برضو لافت للنظر. شيخ علي، انت بالنظرة المادية هتجد مثلا، هنقول لو احنا هنحسبها ماديا، هنجد ان مثلا هنقول ان معاوية بن ابي سفيان انجح من رسول الله في القيادة، لو احنا حسبناها بالفتوحات بالكم المادي. أيوه. مساحة الدولة. لكن الأعجب من ذلك أن عظمة القائد لا تقاس باتساع أرضه، إنما تقاس بعمق أرضه. العمق ده، إن النبي صلى الله عليه وسلم ده كلام خطير جدا. بنى الأمم الرجال الذين بنوا الأمم. فتح الأرض سهل، القوة فيها عامل كده، مش دي القضية. أما بناء الرجال الذين يستطيعون أن يحكموا الأرض، هو ده اللي صعب، وده اللي فعله النبي ولن يستطيع ان يفعله غيره. ليه يا شيخنا؟ انت قلت يعني مفرق مهم جدا في التاريخ، العمق هو ان المشكله مش في الفتوحات. لا. القوي يغلب بالظبط، تمام. لكن الناس دي رضي الله تعالى عنهم
شايلين رسالة مبادئ للإنسانية كلها. طبعا. ودي الصعوبة في هنا. إن هو مش بيفتح عشان يتملك ويسيطر، لا، عشان يأسس لقواعد تنفع الإنسانية كلها، ودي مهمة صعبة جدا. خد بال حضرتك أن الأصعب من ذلك أن تطبق مبادئك على نفسك قبل أن تأمر بها غيرك وتطبق. الله، وده اللي ربهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ساعات بقول إيه صلى الله عليه وسلم، إن عمر بن الخطاب ليست القضية في سيدنا عمر وبالذات، ومحتاجين الأمة حاكما ومحكوما، يعني ياريت يعملوا دورة حتى الحكام المسلمين في سيدنا عمر ده. فإحنا بنقول إن عمر بن الخطاب ليست العظمة في عمر أنه استطاع أن يحكم الدنيا، فقد حكمها غيره كثير، يعني كثير غيره. لكن العظمة في عمر أنه استطاع أن يحكم الدنيا فما حكمته، وأن يغلبها فما هو ده. هي دي القصة. فاستطاع أن يلبس المرقع وهو يملك خزائن الأرض، وأن تقرقر بطنه من الجوع وهو يملك مزارعها. فاستطاع عمر أن يقهر الأرض بشرع الله الذي استمسك به، لا أن تقره أن تقهره الأرض بهواه الذي يدفعه يسير. دي جمل تتسطر بماء الذهب يعني. وعلى هذا المنوال مثلا بتعجبني جملة أو تعبير لله يرحمه خالد محمد خالد في خلفاء الرسول، مش رجال حول الرسول، ومتكلم عن سيدنا عمر بن عبد العزيز على سيرة عمر، على سيرة جده، يقول حكم الناس فجلس لهم على الأرض. عظيم. لخص يعني تواضعه وإخباته وزهده وإلى آخره. طيب، ده بيأكد لنا أن مش, 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 مش عظمة التلاميذ فقط، إنما عظمة الذي رباهم عليه الصلاة والسلام. أنا بلاحظ، وده هنلاحظه في أفعال الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الخلفاء الراشدين ومن تلاهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يربي زهاد ولا كهنة ولا عمار مساجد، إنما، ودي مكونات خطيرة جدا وشديدة العمق، إن هذا الصحابي اللي تقرأ فيه كل آيات الزهد إذا كان قائدا أو حاكما أو فاتحا ترى فيه بالتوازي وبالتساوي عبقرية القيادة، ودول صعب أنه يجتمعوا في بشر. فدي عظمة المربي، النبي ربى رجال فيهم الصفتين، ولا شايف حضرتك هو إيه؟ هو ده إحسان التربية على المنهج المتكامل. الله الله، المنهج المتكامل، المنهج المتكامل. هي مشكلة، بص يا سيدي، مشكلة الطيار الإسلامي حتى في الوضع اللي احنا عايشينه، وأنا أرى أن احنا المرحلة اللي احنا عايشينها دي بتشبه مرحلة تيه بني إسرائيل. هي مرحلة التيه، أن الناس مفتقدة الطريق، لا يستطيعوا أن يتلمسوا. وأخطر ما في التيه، خد بالك بقى، أخطر ما في مرحلة التيه أن يحاول إنسان أن يستأثر بالطريق وحده. لأن دايما الناس لما تبقى تائهة في مكان، في غريزة عند كل واحد أنه يريد أن يصل إلى الطريق الصواب فيمشي لوحده. دي أخطر حاجة في التيه، سيزداد ضلالة. عد إلى الأصل الأول، كلمة سيدنا سعد بن أبي وقاص، أنا آسف هنعرج عليها، إن قال إنما مثلنا ومثل أصحابنا في الفتنة بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، قال كقوم كانوا على سفر فأظلمت عليهم، فاجتهد أقوام وقالوا الطريق منها هنا وصاروا، واجتهد أقوام وقالوا الطريق منها هنا وصاروا، أما نحن فجلسنا مكاننا ننتظر الضوء، وقلنا نحن على العهد الأول. يعني خليني مكاني ده أي أسلم شيء. فالشاهد إن عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رب الصحابة على منهج متكامل. مشكلة التيار الإسلامي الآن أن وضع على منهج لكن غير متكامل. إحنا لا نربي على منهج الله، انا هكون صريح معك، معلش اسمح لي بكل شيء بصراحه، طبعا، لكن نربي على كلام واضح، على فهمنا لكلام الله، وده خطا. فالبعض يفهم ان التمكين لهذا الدين انما يكون بالصدام المسلح، والبعض يفهم ان التمكين لهذا الدين انما يكون بالصراع السياسي، والبعض يفهم ان التمكين لهذا الدين يكون من باب الاخبات والورع وبناء الشخصيه المسلمه، والبعض يقول ان التمكين لهذا الدين من خلال التنظير العلمي وبناء الشخصيه العلميه، والبعض يقول من بناء الشخصية النساكة. المشكلة أن كل هؤلاء على صواب إذا اجتمعوا ووضعوا كل شيء
في نصابه ووضعوا الحروف النقاط فوق الحروف. بمعنى ان كلهم صح بس كلهم يجب ان يحاولوا ان يرتبوا انفسهم بماذا نبدا وما هي الخطوه التاليه فالثالثه فالرابعه، هو ده المنهج المتكامل. لكن مش عايزين ننسى ان برضو إن ما تبقاش نظرتنا جزئيه، ان دي مشكله الامه. مشكله سياق تاريخي بينحني، يعني مش بنتكلم في 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 بلد معين. لا 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 لا، انما هي حاله الامه، لان ما نقدرش لو فكرنا بشكل جزئي في المشكله يبقى احنا ما زلنا منسحقين نفس النظره. لكن امتنا رايحه فين بشكل عام؟ مساله طب مش عايز ادخل في تفريعات، لكن انت بتقول كلام مهم هيخرجنا عن سياق الحلقه وهو داخل في جزء منها الحقيقه. لكن خلينا نرجع لخطبه الوداع، لان هي زي ما حضرتك قلت لنا القواعد الكليه المرشده للامه. هل بدايه الخطبه بعد براعه الاستهلال وما اروع براعه النبي في كلامه عليه الصلاه والسلام كله عليه الصلاه والسلام، عايز اقف عند جمله ايه او السؤال اللي ساله النبي صلى الله عليه وسلم، اذا كانت دي من الروايات الصحيحه، يسال الصحابه في اي يوم هذا فيجاوبه، مش كده؟ يوم عرف في اي شهر هذا في اي بلد. ايه الاسئله دي؟ وهو الاسئله اجابتها مسلم بيها يعني معروفه، لكن لماذا يسال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يقول البيان الختامي صلى الله عليه وسلم؟ تعظيم الحدث. إن القضية ليست في عظمة الكلمات فقط، وإنما عظمة الكلمات، عظمة المكان، عظمة الزمان. يا سلام. ليست كل الأماكن كبعضها وليست كل الأوقات كبعضها. أنا أقول مثلا إن خطبة الجمعة لا يدانيها شيء. طبعا. ليه؟ لأن خطبة الجمعة لا يدانيها أي درس. لأن خطبة الجمعة هو الدرس الذي حدد زمانه ومكانه رب العالمين سبحانه. يا سلام. تحديدا دقيق. من هنا أخذ عظمته طبعاً. ووقاره طبعاً. وحشمته. حتى زعل يوم الجمعة عيد. صحيح. خير يوم طلعت فيه الشمس. يوم عيد. حتى أن البعض كان في لطائف المعارف ابن رجب الحنبلي يقول وأن أعياد المسلمين ثلاثة. عيد يتكرر كل أسبوع اللي هو الجمعة، وعيدين في العام يتكرران كل عام، الفطر يوم الفطر ويوم الأضحى. يعني أعيادنا ما بتنتهيش. احنا كل أسبوع في عيد. تمام. فعظمة المكان وعظمة الزمان مهمين جدا. يعني هذا هو الوعاء الذي سيصب فيه النبي صلى الله عليه وسلم البيان الختامي. أيوه، هذا كلام مهم في مكان مهم في زمان مهم، فاجتمعت له كل جوانب العظمة. أعظم يوم، أعظم مكان، أعظم متكلم، أعظم بيان. طيب كمان لماذا لم يستمعين كمان؟ لا شك الجيل الفريد يعني. لماذا لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم إننا في يوم عرفة وفي بيت هو الذي يجيب يعرفهم؟ لماذا يطرح في صورة سؤال ويستنطقهم فينطقون؟ دي براعة المتكلم لالتفات نظر السامع. أو تدرون من السرعة فيكم؟ أو تدرون من المفلس؟ أو تدرون مش عارف إيه؟ دي في سياق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام. دي بلاغة المتكلم. إن أنا مش بستأثر بالحوار برضو من الحاسب هترجعني. لا حلو. من عيوب دي مسائل فنية بتنفع الدعاء والخطباء. من عيوب كثير من عيون بعض العاملين في المجال الدعوة أنه يتكلم ولا يسمع. ودي مشكلة. لابد أن أتكلم وأسمع من أمامي. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الأسئلة للصحابة، أنا مش فاهم هذا الذي أمامي فاهم ولا لم يفهم. ثم أنا لا أستطيع أن أفهم مداركه اتسعت ولا لم تتسع مرة بعد أخرى وكذا. يعني السؤال حتى يخرج ما عندهم لابد صح او غلط، وبعدين يصحح يضيف المعلومه. لابد اسمعك حتى اطمئن الى ان رسالتي قد وصلت. ودي تنفع بمناسبه دخول المدارس بقى. مؤكد انها تنفع كثيرا المعلمين اللي بيدخلوا الفصل. لازم يستقرئ المعلومات اللي عند في الماده اللي بيشرحها عند الطلاب صح او غلط، ويبني بقى عليها او يصححها او يعدلها. ده بيبقى افضل من انه يحشي المنهج في أذهان الطلاب. يعني مناسبة عارضة يعني. تمام. فبعد ما يجيب ويطمئن النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤكد المعلومة عندهم إن ده يوم عرفة
في 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 شهر حرام في بلد حرام يرتب على هذا الجملة. يعني هي متركبة على نفس الجملة السابقة. طب يوم حرام في شهر حرام في بلد حرام يروح مدخل المعلومة دي في هذه المقدمات أو المعطيات. نعم. معطيات إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ويرجع تاني للسياق اللي سأل كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. ده تركيب عجيب مبدع يعني غاية في المتعة والروعة. ما هو هنا يعني إنجاز التعبير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمد على البلاغة اللغوية في ترسيخ الخطبة. لم يعتمد مع أن كل ده بلاغة ما هي البلاغة فقط، لكن اعتمد على الزمان والمكان في الخطبة، ودي في ترسيخ الكلام، ودي يعني قد لا يسبقه ولا يغير. لازم نقول احنا فين دلوقتي في استوديو، ودي ايه، دي ده ديكور، ودي لمبة، يعني بيحشد الانتباه، جعل الجو العام الذي يعيشه حشدا لما سيقول. ودي عظمة، يا سلام. لا يعني لا يصل اليها الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نتعلم منه بعد صلى الله عليه وسلم. يعني احنا محتاجين نتعلم تفريغ المعلومه او اعطاء المعلومه بالسياق ده لا تنسى. هي نقطه يا شيخ مصطفى مهمه جدا على فكره. ان الخطباء برضو اللي احنا قلنا ان الخطباء العلماء الدعاء ما يجبش ان هم يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم شريعه بس، خد بالك، احنا عايزين نتعلم من رسول الله فنيات الدعوه، حرفيه الدعوه، حرفية الدعوة دي مهمة جدا. ان طبعا. انت تتعلم منه ان انت مش بتسمعه علشان بس تفهم النص. وعشان كده شيخ علي انا تتفاجئ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بتعلمنا، يعني العفو. ان النبي مش شيخ قاعد في مسجد، عفوا، حاشا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الدعاء واول العابدين عليه الصلاة والسلام، لكن تلاقيه مثلا وهو ماشي مع الصحابة يقف على جدي اسك ميت مقطوع الاذن، وبعدين ويعمل مزاد عليه زي ما بيقولوا من يشتري هذا بدرهم، وفي الخلاصة عايز يقول الجملة دي صلوات الله وسلامه عليه، للدنيا أهون على الله من يا رسول الله. بس الجملة دي هتثبت بهذا الموقف، بهذا الموقف ده ولا تنسى، يعني مشين في الشارع. ده مش يدينا بعد أو للدعاء في تنويع الموعظة إن إحنا نجدد عشان فلقينا بالخطاب الديني إحنا فعلا السنة مليئة بهذا التنويع وهذا الإبداع، بس احنا مش قارين صح. هو احنا محتاجين طبعا نجدد الخطاب الديني، بس احنا التجديد في كل شيء خطوة الى الامام، الا في هذا الشرع خطوة الى الوراء، يعني العودة الى المنابع طبعا، عشان بس ما يقولكش خطوة الوراء تخلف، لكن هو عودة الى المنابع والاصول. لا كويس قوي انك قلت كده، عشان بس ايه، احنا المسلمة دي احنا بنسمعها في الفضائيات كتير. هو مين قال المسلمة؟ مين اللي جعلها مسلمة؟ ان الوراء تخلف، الإلحاح عليها بعض يعني يبقى احنا الكارهين للدين أو خطوة إلى الوراء ليس معناها أبدا تخلف، لأن خد بالك بقى أن كل اللي بيصيمون بالتخلف عندما نعود إلى الوراء هم بيستقوا كل مناهجهم من الوراء الذي لا يريدون أن نعود إليه. يعني مثلا لا ده من وراء الوراء. بس خليني، يعني أنا مش عايز أتفرع بس عايز أقول تمام، أن اللي بيعيب علي أن أنا أعود فأتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف، أو ليش النبي، هم الشخصية دي مش عارفين يقول بقى، لكن بالصحابة أو بالسلف. ألا يتأسى هو بالثورة الفرنسية كمثال للثورات العظيمة في العصر الحديث؟ والفلاسفة هو ده مش رجوع الوراء، ما ده مردود عليه على، بس أنا بقول لحضرتك فعلا العودة إلى المنابع، بس برضو أحيانا تقدم الصورة مبتورة ومشوهة فتعطي ده خطأ، ما خطأ عشان احنا بنتكلم بوضوح، لازم لما نناقش قضية نبقى فاهمينها ونبين للناس أولا أن هذا الوراء ليس معناه دائما أنك تعود إلى ما هو أقل منك، قد يكون من وراءك أفضل منك. أيوة ما أنا بقول الكلام ده ليه، لأن أحيانا بقى يجي الشيخ أو الوعظ يقول لك الدين ده داخل في كل حاجة ويستدل، وإحنا بنأكد ده ماشي، قل إن صلاتي ونسكي الآية اللي دائما نستدل بها على شمولية الإسلام، ونعتقد إن شمولية الإسلام تخليني أنا كشيخ أقدر أتكلم في السياسة وفي الاقتصاد وأحيانا في الطب وبتاع، ده الإسلام بهذا المنطق، وألغي قصة التخصص والتعمق والأكاديمية في المسألة دي
ودي تخلي المسألة فيها عشوائية وتشوه الدين وتشوه الدعوة بنفسها. أنا عارف أن عندك كلام كتير في المسألة دي، لكن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يغري ويفتح أفاق كثيرة لمعالجة قضايا كثيرة. خلينا نرجع تاني، إن دماءكم وأموالكم، عشان الوقت هيفاجئنا ويخلص، لكن خلينا نأتي على المعاني الجميلة. الله يحفظ صحتك سيدنا. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. واحنا اسهبنا في قضية اليوم والشهر وكيف استحضرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايه ترسيخ المعنى. لكن هقول لك، التعظيم ده لليوم والشهر والبلد ولا للدماء والأموال والأعراض؟ الكاف دي رايحة فين؟ للاثنين. للاثنين سبحان الله. لكن خد بالك، إن دماءكم وأموالكم وفي رواية وأعراضكم عليكم حرام كحرمتي، إذن جعلهما في ميزان واحد. وسيدنا عمر بن الخطاب كان ينظر إلى البيت الحرام ويقول ما أعظمك وما أعظم حرمتك، وحرمة الدم المسلم عند الله أعظم منك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من أن يسال دم امرئ مسلم بغير جريرة في رواية، أو من أن يسال دم امرئ مسلم في رواية أخرى. طبعا يفهم منها أنه على غير حق. نعم. بغير حق يعني. فهنا النقطة الأولى، أن كيف أن الإسلام جاء لا ليريق الدماء وإنما ليحقن الدماء، ده الأصل. طبعا الدماء معصومة إلا بحقها. بالضبط. تمام. ولكن البعض يرى أن الإسلام له فتوحات، وهذه الفتوحات سفكت الدماء والكلام ده كله. نقول إن أولا، وإن كان برضو الموضوع مش هنعرف نخوض فيه، إن حقن الدماء قد يستلزم في بعض الأوقات إراقة بعض الدماء. لا ده حتى بلاش بين المسلمين وغيرهم. لا ده احنا عندنا في سورة الحجرات لما يحصل مشكلة، وإن طائفتان من المؤمنين، شهادة قرآنية من الاثنين دول مؤمنين، لكن في واحدة ظالمة. فقاتلوا التي تبغي، يعني قتال الفئة الباغية يعني احيانا ده للمصلحة العامة. طبعا. فتسفك بعض الدماء لحفظ دماء اخرى. نعم. وعشان كده تجد ان 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 ساعات لما يكلمونا عن ان الصحابة غزوا الارض وكيف انهم انتشروا وفرضوا على الناس الدين، ابدا. الصحابة اصحاب رسالة، رأوا ان هذا الخير الذي نزل اليهم من الله سبحانه وتعالى واجب عليهم ان يوصلوه للناس كلهم. قبلوه او رفضوه، لكن واجب ان يوصله للناس. ولكن في سلطات غاصبة تقف بيني وبين هؤلاء، بين هذه الشعوب. وبالتالي في أمم كل أمة بيبقى بتحاول تنشر ثقافتها في الأمم وتغزو المجتمعات الأخرى بطريقة اللبس، بطريقة قصة الشعر، بطريقة باللغة. مش ده اللي بيحصل كده. فما بالك وبالقوة كان زمان يعني. طيب. في الإجمال عايز برضو ألخص، أنا مش هتنفعني حلقة واحدة معاك. الله يجزيك خير. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام مثلا. في دي هنا نقطة برضو مهمة جدا قد لا نلتفت لها. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إن دماءكم وأموالكم، هو هنا المخاطبة للمجموع، دماءكم وأموالكم. هل لكل من يسمعه يقف أمامه ويسمعه؟ لا، لكل من ستصل هذه الرسالة. إذن هنا نقطة مهمة ليبلغ الشاهد منكم الغاية. وكل اللي هيسمع الحديث ده هو مخاطب بإن دماءكم وأموالكم عليكم. يعني الخطبة دي مش للصحابة، للأمة إلى يوم القيامة. هنا نقطة مهمة جدا، المسؤولية الفردية في إقامة الأمة. كأن النبي يكلم كل إنسان على حدة. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. تمام. كلكم مسؤولون عن هذا. كل حسب مكانه، كل حسب وظيفته، كل يحاسب قدر حجمه. تمام. طيب هنا الدماء والأموال والأعراض في رواية، ده مبدأ عام، لكن نعم. هنلاحظ التفصيل بعد كده، يتكلم على نوع من المعاملة الربوية. نوع من الطار اللي كان بايت والنبي لغاه. نعم. في عائلته هو. طيب انا مش هدخل في تفاصيل كتير، مش هيكفينا الوقت خالص لان احنا اوشكنا، لكن ايه الفكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد، هذا اليوم المشهود، وهو فرصة أخيرة ما فيهاش عفوا يعني تصحيح أي شيء
ده هو كلام ختام النبي، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يذكر حاجة في قبيلة في عيلته هو صلى الله عليه وسلم في ناحية الربا وناحية الدم، إن الدم كان عمه الحارس ابن عبد المطلب كان قتل ابن عم أو ابن عمه قتلته. يذكر حاجة خاصة به على ملأ. وفي الربا أول ربا أضعه عمي، ربا عمي العباس تحت قدمي موضوع بتفيد إيه سريعا جدا المخرج بلاحقني يعني. الله يسامح المخرج. طيب هي بس سريعا كده يا سيدنا. هنا القدوة. تمام. القائد القدوة. خد بالك. اللي ما عندوش حاجة يخبيها. لا حتى لو على أنني ما أنا قلت لحضرتك في البداية إن أصعب إن الإنسان عظمة الإنسان أن يستطيع أن يطبق الشرع على نفسه لا على الناس أولا، على نفسه الأول، ودي عظمة سيدنا. الكلام سهل لكن إن أنا أول ما طبيعي. شوف الأمر الواقع حجة بالغة. يا سلام. إن أنا أحول الدين إلى أمر واقع اللي هو الدعوة بالحال لا المقال أو قبل المقال. سيدنا عمر لما رأى الرجل اليهودي الذي أعجزته الجزية حتى كان يسأل الناس في الطريق فقال له ما حسب، قال رجل يهودي أعجزته الهرم والجزية ومش عارف ايه، فأمر عمر بن الخطاب ألا تؤخذ منه الجزية وأن يعطى من مال المسلمين. قيل له لهذا الرجل، قال له ولي مثله، يقال أن الرجل أسلم. هو هنا في إيه؟ هنا الإسلام تحول إلى كائن مادي. الله. أعطى الرجل مالا. هي دي القضية، إن هنا بقى في أمر واقع أن الربا موضوع، وأول واحد حضع عنه الربا العباس. مش ميزة أنه قريبي، دي عيب. أنا سأبدأ بنفسي وبعائلتي. سيدنا عمر كان يتمنى أقاربه ألا يكونوا أقاربه لما تولى. قال إن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الحب كما ينظر الطير إلى الحب، فمن فعل منكم شيئا يخالف فيه شرع الله ضعفت له العقاب ضعفين لأنكم من آل عمر. دي حضرتك بتقول دي من أصعب الأمور طبعا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه على القيادة وعلى السلطة وعلى مثل هذه الأمور فيما رواه الإمام البزار في سند صحيح من حديث عوف بن مالك قال ألا أدلكم عن الإمارة، فقال عوف بن مالك فرفعت صوتي وقلت يا رسول الله دلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها عذاب يوم القيامة سليم. إلا من أخذها بحقها. وده النادر، ولذلك كانوا بيهربوا من السلطة، بيهربوا من القضاء، وفي قصص كتير في الموضوع كده. أنا الحقيقة الوقت انتهى للأسف، وأنا زعلان أنه انتهى، لأن خطبة الوداع تحتاج فعلا لبرنامج يعني كبير حقيقة يعني. وتدرس على مهل. إحنا هو لسه خف جملتين. إشحاي نصر، أنا بستمتع دايما باللقاء معك وبحبك في الله الحقيقة، وعارف ان لك طرح عميق في الكتاب والسنه. اسال الله ان ينفع بك ويعني يدلنا بك على كل خير يا رب العالمين. بشكرك وبتاسف ليك واعتذر ان الوقت ما كفاش، لكن ان شاء الله لاحقا يعني فيما قلنا ان شاء الله تبارك وتعالى، عشان بس المسلمين يعرفوا قد ايه عظمه نبيهم. وخطبه الوداع اللي سمعناها في العيد مليئه بالانوار اللي احنا لو احنا التزمنا بها هذه الامه والله لسعدنا في الدنيا والآخرة بشكل عملي مش بشكل عاطفي زي ما الشيخ علي نصر قال. بشكرك يا مولانا، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، وبشكركم، والله يعينكم على السنة الدراسية الجديدة اللي هتبدأ إن شاء الله، تبقى عام جميل وموفق. وما تفكروش في حاجة، هو أبواب الرزق تفتح بإذن الله تبارك وتعالى ما دمنا مع الله عز وجل. أنا بشكركم وبشكر معد الحلقة محمد جابر، وتحياتي لمخرجنا اللي مش عارف نصبر عليه ولا يصبر علينا محمد أسامة، وكل فريق العمل، جزاكم الله خيرا. نلتقي الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى من كلام واضح قبل ساعة من الآن كل أحد، على شوق نلتقي وعلى حب في الله نفترق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.